النهارده يوم خاص جدا ومهم دائما في تاريخ مصر منذ وقت المصريين القدماء، لانه ببساطه بنحتفل فيه بنهر النيل الخالد، واللي كان سبب رئيسي في قيام واحده من اهم واكبر واشهر واعظم حضارات العالم، وهي الحضاره المصريه القديمه. وفي 15 اغسطس من كل سنه كان بيتم الاحتفال بعيد وفاء النيل. وطبعا هذا العيد ليه قصص وحكايات مهمة وممتعة منذ آلاف السنين، وكان المصريين القدماء بيعتبروه بداية السنة في التقويم المصري القديم كدلالة على أهمية التوقيت ده بالنسبة ليهم. الحقيقة كمان النهر النيل هو جزء من وجدان الشعب المصري، وارتباطنا بيه وتقديسنا بيه بيزيد يوم بعد يوم. هو جزء أصيل الحقيقة من تاريخنا، سواء كان القديم أو الحديث. يكفي تكاتف الجميع وراء مشروعات مهمة زي مشروع بناء السد العالي، وخاصة أهلنا في النوبة، وإزاي كان مشروع عملاق وكان حديث العالم وقتها. وطبعا هو شيء أساسي في أفراحنا وأيامنا الحلوة. أي أسرة بتحب تتفسح بتبقى فسحتها الأحلى على النيل، وفي الأعياد الناس كلها بتخرج تتمشى قدامه، وحتى في الأفراح ناس كتير بتحب تعمل أفراحها على النيل، ناس كتير بتحب تسكن على النيل. النيل مرتبط بحياتنا ومرتبط بوجداننا جميعا. ممكن أفتكر مقولة الشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي لما كان في أسبانيا منفي، كان بيقول إيه: كل المناهل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. كان بيناجي نهر النيل وهو في منفاه في أسبانيا، وبيقول إنه كل منابع الأنهار وكل الأنهار راكدة من غير نهر النيل. فكان مرتبط دائما بوجداننا، فظهر في أيامنا وحياتنا اليومية، في فنوننا وفي ثقافتنا وفي كل منحة من مناحي الحياة. ومصر هبة النيل زي ما نعرفين الجملة المشهورة اللي قالها هيرودوت. حتى في أعماقنا الفنية كان النيل ليه نصيب كبير، سواء بمشاهد أيقونية أو بأفلام اختارت يكون اسمها كمان مرتبط بنهر النيل، زي فيلم طبعا أفلام كتير الحقيقة، لكن دايما الناس بتفتكر فيلم لبنى عبد العزيز وعروس النيل، طبعا ملوش علاقة بالقصص الحقيقية وكلها محض أساطير يعني.